بعد نحو العام من تاريخ إيقافه، قضت محكمة الاستئناف اليوم بإلغاء قرار وزير المواصلات عيسى الكندري بإيقاف سامي النصف، الكابتن سامي النصف، عن رئاسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، وإلزام الوزير بتعويض النصف مبلغا وقدره 5000 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت. وكان الكندري قد اتخذ قرارا بصفته الوزير المسؤول بوقف سامي النصف عن العمل بعد صفقة الطائرات المستعملة من الشركة الهندية بعد خلاف سياسي حول تحديث أسطول الكويتية. وللوقوف على تفاصيل حكم المحكمة، محكمة الاستئناف، ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي الحميدي الإسباعي. بداية، ماذا يترتب على هذا الحكم، وهل يعتبر هذا الحكم نافذا؟ طبعا هذا حكم استئناف هو حكم نهائي ومشمول بالنفاذ بطبيعة الحال. احنا خلال 5 أيام القادمة سنقوم باستلام أصل الحكم، ومن ثم بعث كتاب عن طريق إدارة التنفيذ للجهة المعنية اللي هي وزارة المواصلات لتنفيذ هذا الحكم بأسرع وقت ممكن. نعم، المحامي الحميدي الإسباعي، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.